عقود طويلة من الظلم والاحتلال عاشها الشعب الفلسطيني، إلى أنه أبدا لم يتخلى عن حقوقه وأرضه، فجاد وما زال يجود على مدار تلك السنوات بالدماء الذكية، ويرفض الاحتلال متشبثا بأرضه ووطنه. وتأتي انتفاضة الأقصى عام 2000 والتي تحل اليوم ذكرى اندلاعها كعلامة فارقة في تاريخ الصراع بين أصحاب الأرض والمحتل الغاشم، لما تضمنته من بطولات للشعب الفلسطيني وتضحيات لا مثيل لها.